الكرام، أهلا بكم في جولة الصحافة الإسرائيلية، ونبدأ بأهم العناوين. 130 مليون شيكل هو الغرامة المفروضة على السلطة الفلسطينية بفعل الهجمات الفلسطينية كما قررت المحكمة الإسرائيلية. قتل فلسطيني في شمال الضفة الغربية طعنا بالسكاكين على يد مجموعة من المستوطنين، ثم المسجد العجيب كما قالت الصحافة الإسرائيلية الذي عمره 1200 سنة أين تبين؟ سنتحدث وإياكم بالتفاصيل مع العناوين التي أشرنا، لكن الأهم، هل تعلم إسرائيل إيران عن الاغتيالات لعلماء إيرانيين يتم اغتيالهم؟ هذا الموضوع متابعينا الكرام. نبدأ بالعنوان الأول، فلسطيني كما أشار موقع ويلا تعرض للطعن من أكثر من 40 مستوطناً بهجوم في منطقة سكاكا فأدى إلى مقتل الشاب الفلسطيني من عائلة حرب. هذا الموضوع كيف تناوله الإعلام الإسرائيلي؟ نسرد بعض الروايات. الاحتلال قال بأن العملية التي تمت جاءت بعد مواجهات، هذه رواية. الرواية الثانية قالت بأن حياة المستوطنين تعرضت للخطر، هذه رواية ثانية. ثم الرواية التي استقرت بأن جيش الاحتلال يقوم بعملية التحقيق في آلية القتل ولماذا قتل الشاب من عائلة حرب. الاحتلال يسوغ من خلال إعلامه فعل وإجرام المستوطن على الأرض، وعندما يتعلق الأمر بالفلسطيني يعتبر ذلك إرهابا كما يصف الاحتلال الإسرائيلي. المعلقون، هنا نشير على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، ماذا قالوا؟ قالوا هذه عملية جاءت لترمم الردع، وعند الحديث عن الردع يعني إخافة الفلسطينيين من قبل المستوطنين. منطقة شمال الضفة الغربية التي يتعرض سكانها لهجمات المستوطنين تعد الأكثر سخونة كما قالت صحيفة هآرتس على ما تعلق بهجمات المستوطنين على أهلنا في منطقة شمال الضفة الغربية. ننتقل متابعينا الكرام إلى يدعوت أحرانوت التي تحدثت عن مسجد في مدينة رهط. هذا المسجد الذي عمره أكثر من 1200 سنة تم اكتشافه خلال الأيام الماضية. هذا المسجد الضخم الذي عبر عن عروبة المكان وإسلاميته في رهط، هذه المدينة الصحراوية التي تأتي في خاصرة النقب بل في قلبها. وجد المكتشف الإسرائيلي الباحث حول الآثار عن مدينة عربية إسلامية منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ب250 عاما. هناك في هذه المدينة مسجد وديار وأروقة ومعالم عربية تتصل بالتاريخ، عند التساؤل من كان يحكم الأرض ومن يتواجد فيها؟ الإجابة من خلال المعالم المتواجدة في القدس وفي رهط وفي كل الأمكنة، بأن هذه الأرض تمتد عروبتها وجذورها إلى التاريخ الذي بدأ بحكاية الأرض، أن هذه الأرض يسكنها الصالحون. متابعينا الكرام، ننتقل إلى خبر آخر حول الغرامة الكبيرة التي قام الاحتلال بفرضها على السلطة الفلسطينية. ماذا قالت المحكمة المركزية في مدينة القدس؟ 130 ألف شيكل فرضت على السلطة الفلسطينية تحت عنوان ثمن الإرهاب بين قوسين. الاحتلال تحدث عن أكثر من 34 عملية تمت في الأراضي الفلسطينية قتل فيها أكثر من 34 مستوطنا. تحملت خزينة السلطة الفلسطينية ثمن التعويض ب 130 ألف شيكل. من أين ستأخذ النقود؟ هكذا تساءلت صحيفة دعوت أحرانوت. باختصار، سيأخذ الاحتلال ذلك من المقاصة الفلسطينية واقتطاعات متوالية. كان الاحتلال أيضا قد غرم السلطة تعويضا للعملاء بأكثر من 24 مليون شيكل ستدفع للعملاء متتاليين. هذا التساؤل متابعينا الكرام يفتح النقاش حول اتفاقية باريس الاقتصادية. ماذا فعلت هي اتفاقية باريس الاقتصادية وما الربط؟ اتفاقية باريس الاقتصادية أعطت الاحتلال حق جباية المقاصة، وبذلك استطاع الاحتلال أن يسيطر على منفذ المال للفلسطينيين. أكثر من 78 من واردات السلطة الفلسطينية هي من المقاصة، يمسك بها الاحتلال يقتطع ما يشاء ثم يقول للفلسطيني عليك أن تأخذ الفتات المتبقي من أموالك. ننتقل متابعينا الكرام إلى تساؤل في الإعلام الإسرائيلي حول إيران. ما الذي يجري في إيران؟
هذا ما نقلته معاريف. هل يبلغ الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة عندما يقوم بعملية تنفيذ اغتيال في الأراضي الإيرانية؟ رصدت صحيفة معاريف من خلال تقرير مطول حول العمليات المتتالية لعلماء إيرانيين أو قيادات في الحرس الثوري الإيراني والذين تم اغتيالهم في عمق الأراضي الإيرانية، رصدت 5 حالات على الأقل صحيفة معاريف في الشهور الماضية، وكان التساؤل: لماذا تصعد إسرائيل من الهجمات في بطن إيران؟ هل تريد حرب؟ هل تذهب لتعطيل البرنامج النووي الإيراني؟ هل الموضوع يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ أم أن هناك رسائل ما وراء ذلك؟ الولايات المتحدة وبحسب خبير يقول بأن إسرائيل لم تعمل استراتيجيا على وقف البرنامج النووي الإيراني كونها لا تستطيع، وفي المقابل تريد من الولايات المتحدة أن تذهب بعيدا في إيران. الولايات المتحدة ترسم خطوط حمر للإسرائيلي للوصول إلى حالة التحشيد، لكن التساؤل الأكبر: هل السلوك الإسرائيلي سيذهب إلى حالة حرب كبيرة في الإقليم على خلفية التجاوز؟ هذا سؤال مفتوح يخشاه الأمريكي، ويأتي بايدن ليهمس في أذن إسرائيل: لن نسمح للولايات المتحدة أو لن نسمح لإيران بأن تقوم بفعل يمكن أن يؤدي إلى برنامج نووي متكامل يصل إلى الصاروخ أو القنبلة الباليستية. والتساؤل الأهم: هل سترد إسرائيل على الهمسة أم سيكون هناك فعل؟ هناك تصدع الآن في الساحة السياسية متابعينا الكرام، وسننتظر وإياكم النتائج. ننتقل أيضا إلى خبر آخر اليوم حول المعلمين في داخل الكيان. ما الذي يجري في داخل الكيان على قاعدة الإضراب العام؟ أكثر من 1.5 مليون إسرائيلي من الطلاب، سواء ما تعلق بالروضات أو ما تعلق بالمدارس الأساسية، يدربون عن التعليم للأسبوع الثاني تصاعديا للوصول إلى الذروة. النقاشات الإسرائيلية حول إضراب المعلمين عن السبب، النقاشات متابعينا الكرام هو دفع أجور متصاعدة كما قالت صحيفة هآرتس. وقالت الصحيفة بأن التصاعد في الرواتب يجب أن ينتقل من أساسية تبدأ ب9000 شيكل وصولا إلى المبالغ المطلوبة للرفاه وغيرها، وزيادة على الأجور الأساسية. عندما نتحدث عن الأجور الأساسية وماذا يقدم للمعلم داخل الكيان، يقدم رفاه، ملابس، يقدم بدل عمل، يقدم أيضا متابعينا الكرام بدل ما يعرف بزيادة العطاء عن اللود الموقع باسمه، بمعنى أن الرواتب لديهم كما يقولون فيها مظلومية عالية. عندما نسأل عن المعلم الفلسطيني يظل المعلم هو الأقدر منا على إجابة عن حاله. ننتقل متابعينا الكرام حول كيف تفاعل الجمهور الإسرائيلي مع إضراب المعلمين. هناك معلقون كثر على، وكجاء في ذلك في تقرير لصحيفة يدعوت أحرنوت، عندما تم السؤال كيف يرد المجتمع الإسرائيلي على إضراب المعلمين، كانت الإجابة باختصار: نحن ندعم المعلم الفلسطيني الإسرائيلي من أجل الوصول إلى حالة من الرفاهية تقنعه بأن يمضي في تعليم الأبناء، لكن في المقابل عليه أن يدرك هذا المعلم بأنه في الإضراب أفقدنا أكثر من 2000 شيكل. لماذا؟ لأن الأبناء توجهوا إلى حضانات خاصة وبذلك تدفع الأموال، أو لا يقومون على الأقل بإرسالهم إلى الحضانات ويبقى الوالد معهم في المنزل، وهي الاقتران الحضانة بالوالد أو الوالدة، وبناء على ذلك تقل نسب الأعمال في داخل الأسر الإسرائيلية. ننتقل متابعينا الكرام حول الانتخابات الإسرائيلية. ما الذي يجري؟ القناة 12 ناقشت عنوان الديمقراطية في داخل الكيان. كيف تناولت هذا الخبر متابعينا الكرام؟ قال أحد المراكز الاستراتيجية العالمية بأن رسوخ مسألة الديمقراطية في الكيان تراجعت بعد أن كانت إسرائيل في الموقع 15، أصبحت الآن في الموقع 26، وهي تتقهقر إلى ما يعرف بالحد الأدنى من رسوخ الديمقراطية. ما الذي يعنيه بالرسوخ الديمقراطية؟ هو مفهوم جديد لدى العرب الذين لا يقلبون حكومات ولا ينتجون انتخابات. الرسوخ معناته حالة استقرار الديمقراطية، بمعنى أن كل 4 سنوات يجري عملية انتخاب. لدى الكيان في 3.5 سنوات لدينا 5 مراحل انتخابية الآن. قبل قليل متابعينا الكرام، وهذا الخبر الذي أشرنا ونريد أن نختم به، وهو ما تعلق بتصويت الكنيست بأغلبية 110 أعضاء
من الكنيسة صوتوا على حله، معنى ذلك انتقال رئاسة الحكومة إلى لبيد وبعد ذلك انتخابات إسرائيلية. يشكون كاتب إسرائيلي يقول المجتمع الإسرائيلي، تخيلوا معي، مكتئب من كثرة تكرير الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ريتنا إحنا ننتكئ إن شوي يصير عندنا اكتئاب من تكرار انتخابات لو لمرة واحدة، لعله نشوف شكل الاكتئاب الإلكتروني أو الديمقراطي. متابعينا الكرام، كنا وإياكم في هذه التغطية لما جاء في الصحف الإسرائيلية، على أن نلقاكم غدا في آخر التطورات في الأراضي.